مساء الخير يا كابتن سلعاوي. خلينا كما تعودنا نروح لارض الملعب ونرجع تاني لصاله برج العرب بالاسكندريه والزميله العزيزه سلا حامد ولقاءات مع المدير الفني القدير كابتن طارق خيري ومجموعه من اللاعبات. اتفضل يا سلا. برحب بيك طبعا من جديد يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا بارك لك كابتن هيثم وبارك لكل جماهير النادي الاهلي. الحمد لله لاعبات النادي الاهلي وملكات كره السله هيكونوا في او تاهلوا بشكل رسمي للدور النهائي والمباراه النهائيه من بطوله الدوري المرتبط لكره السله سيدات. وطبعا معي في هذه اللحظات النجم الكبير والمدرب الكبير طبعا الكابتن طارق خيري. كابتن طارق طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي ومبروك عايز ابارك لك طبعا على اللقاء النهارده. شايف الاداء النهارده ازاي لعبت نادي الاهلي امام نادي سموحه؟ اولا احنا بنرحب بيكم وشكرا على ان انتم موجودين معانا هنا بقى السفر والمشوار بعيد. تحياتي لهيثم وضيوفه. لا الجيم النهارده سيء جدا من كل حاجه، احنا فوق التركيز، احنا كسبانين امبارح كتير، الناس شويه اجهاد، عدم توفيق، قلب بتنشنه الفرقه الثانيه، قلب الموضوع، قلب اجريسيف جدا، الحكام ما بتصفرش. انما المجمل الدنيا يعني النهارده مش احسن حاجه، انما هو دي طبيعه الحال في الدورات المجمعه. انت كسبانه كتير فالجيم الثاني انت عايزه تطلعي باقل مجهود زي ما بيقولوا عشان ما يبقاش فيه اجهاد. الحمد لله في الاخر ان احنا بدون اصابه بدون مشاكل، ف ان شاء الله نبقى احسن في الفاينل ان شاء الله. طبعا يا كابتن تأهل نادي سبورتنج من مباراة المرتبط اكيد للمباراة النهائية اهلي وسبورتنج في النهائي، طبعا مباراة ليها حسابات تانية ليها استعدادات تانية، ازاي كابتن ان شاء الله هتستعد مع لعبات النادي الاهلي للمباراة دي؟ انا بس هزود على التنشنة الموجودة، ربنا يشفي معالي الوزير العمري، قريب من الفرقة جدا وقريب من كل الناس. يعني احنا من ماتش حتى اللي فات الاولاني الاول امبارح كلنا في حالة مش مظبوطة، وبعد ما حصل حالة الوفاة لزوجته فبرضه ده جزء مخلي الولاد برضه اوت اوف بالانس. احنا استعداداتنا للي جاي، احنا النهارده ريكفري دلوقتي هيعملوا تلك، بكره راحة، من يوم السبت احنا هنتمرن في حسن مصطفى اللي فيها ماتش الفاينل، ان شاء الله معسكر من يوم الاحد. العادي بتاعنا ما فيهوش حاجة يعني كتير، احنا بس فوكس على اللعيبه اللي هنلعبها، هندافع عليها ازاي، العادي اللي بنعمله من السنه اللي فاتت، او اوفنس ديفنس، هنراجع على حاجتنا احنا لو في حاجه في الماتشين دول فيها ميستيك في التطبيق اذا كان دفاعيا او هجوميا، وشوتينج وحاجات فرديه ان كل لعيب يرجع لحالته الطبيعيه، بس مش اكتر من كده. يعني دايما يا كابتن طارق ان حضرتك دايما بتتكلم مع لعيبه النادي الاهلي دايما بتطلب منهم التركيز، الاداء بشكل قوي زي ما متعودين دايما، سواء احنا ضامنين المكسب مش ضامنين المكسب، ولكن شفنا سبورتنج الموسم اللي فات يعني باداء والموسم ده باداء تاني خالص. هو سبورت السنه اللي فاتت كان عنده دروب، بس هو فرقه كويسه من غير تدعيم، هو زاد خمس لعيبه منهم ناس جايه من اصابه وثلاث صفقات ومحترفه كويسه، بقى عنده عدد، بقى عنده بنش، بقى عنده لعيبه خبراتها عاليه. انما هو فرقه في الحالتين مع مدرب محترم، هو طول عمر الباسكت في مصر اهلي سبورتنج، احنا بنحترم الفرقه في اي وضع سبورتنج، احنا بس التوفيق بتاع ربنا والشغل والتنفيذ، هو ايه التركيز، انا عايز ايه من الجيم، ازاي همسك فلان، ازاي همسك فلان، لو انا مركز الموضوع بيبقى مش هقول ايزي جيم، بيبقى الموضوع ايكوال. التوفيق بقى في الاوفنس انا قادر اخترق الدفاعات اللي هو بيعملها بشغل او بقرار او، فبيبقى الموضوع بيحصل فيه توفيق يعني مش اكتر. يعني بالتوفيق طبعا يا كابتن طارق في المباراه القادمه ومبروك تاني المباراه النهارده. ميرسي يا كابتن. الله يبارك فيك يا حبيبتي، تسلمي. شكرا شكرا. كده طبعا كان لقائنا يا كابتن هيثم مع المدرب الكبير الكابتن طارق خيري المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما حضراتكم شفتم دايما كابتن طارق خيري بيدور على الافضل، بيدور على الاحسن، بيدور على الاداء اللي يرضيه سواء في الدفاع او الهجوم. عندنا مباراه قويه اكيد في الفاينل مباراتين.